أنا ما أعتقدش إنه في الأول كان عايز يقتل نهى. هو قتلها لما صافي اتمسكت بالمخدرات. قتل نهى؟ قتلها ولبس حسن كل ده عشان يغطي على قضية الكوكايين؟ طول عمره دماغه سم. خلاص بقى الحمد لله. الحقيقة بانت إحنا كنا فين. تعمل حسابك تطلع من هنا هتقعد مع ماما لأنها هتبقى لوحدها. ليه هتقعد لوحدها؟ لأن أنا ودنيا هنتجوز. ايه مفيش مبروك. مبروك. حسن ان شاء الله هتخرج لنا بالسلامة يا حسن. خلي بالك من نفسك. اجي لك تاني. يا ستي حاجتك في البيت القديم وصلت النهارده اهي. ايه ده معقوله؟ انت لميتي كل الحاجات دي لوحدك يا ام ابراهيم؟ ام ابراهيم لما تيجي تزوري بنتك لازم تقولي لي، ما تروحيش من غير ما اعرف. حاضر يا بيه. والله لو كنت اعرف ان ده كله كان هيحصل ما كنت رحت ولا جاي. ياسين ام ابراهيم ملهاش ذنب. هي استأذنتني وانا قلت لها تروح، ما انا برضه ما اعرفش ان هو مراقب الفيلا ومستني لما ابقى لوحدي عشان يعمل كده. ازاي بقى؟ ده راجل بيراقبني ويراقبك صوت وصوره. أكيد طبعاً حاطط حد شايف أم إبراهيم وهي خارجة، وواحد تاني ناول نادر علبة عصير فيها منوم. هو قال لك كده؟ ما قاليش طبعاً، خايف يقول لي، بس هو ده اللي حصل. مش مهم، مش عايزين نفكر في اللي فات، نفكر في اللي جاي. ماله اللي جاي؟ اللي جاي حلو. إشمعنى؟ إشمعنى إزاي بقى؟ هنا صحي خلاص. عرفت مكانها دلوقتي. تلاقيش قريب قوي هتسمعي خبر يفرحك. يلا سلام دلوقتي.